السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معنا في الحلقة 14 من حلقات مقرركم السيرة النبوية. كنا نحن وإياكم في اللقاء السابق نتحدث عن غزوة وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ألا وهي غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وما جرى للمسلمين في هذه الغزوة. وقلت لكم وكما تعرفون أن المسلمون هزموا في هذه الغزوة، وعرفنا أسباب ذلك ونتائجه على المسلمين. اليوم نواصل بإذن الحي القيوم نموذج أو غزوة من الغزوات التي وقعت بين المسلمين وبين المشركين، لكن تتميز هذه الغزوة بتعدد أو بتضافر أو بتوحد مجموعة من القوى على النبي أو على حرب الإسلام والمسلمين، ألا وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة. وسميت بالأحزاب بهذا الاسم لتحزب أو تجمع الأعداء على حرب الدولة الإسلامية، ومن الذين اشتركوا فيها اليهود والمشركين والأعراب الذين كان يمثلهم غطفان. أقول كان الذي دعا إلى هذه الغزوة أو حزب هذه الأحزاب أو جمع هؤلاء الأحزاب هم اليهود، حيث أن اليهود لم يستريحوا لما رأوا قوة المسلمين وتمكنهم في المدينة المنورة وتأسيسهم لدولة فيها، فقرروا أن يحزبوا أو يجمعوا أو أن يجمعوا القوى أو الأعداء على حرب الدولة الإسلامية وعلى حرب المسلمين. فخرجوا إلى قريش في مكة وقابلوا زعماءهم وطلبوا منهم أن ينضموا مع اليهود في حرب المسلمين، فوافقتهم قريش على ذلك. ثم اتجه مجموعة من اليهود إلى قبائل غطفان ومن القبائل القوية في الجزيرة العربية، وطلبوا منهم أن ينضموا معهم في حرب المسلمين، فأجابت قبائل غطفان وانضمت مع هؤلاء الأحزاب في حرب المسلمين. فأصبح عدد هؤلاء الأحزاب أو هؤلاء الأعداء قرابة 10,000 مقاتل، كلهم تحزبوا وأجمعوا على حرب المسلمين في المدينة. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما همت به هؤلاء المشركين واليهود والأعراب، فقرر أن يواجههم ويعد العدة لكي يحمي المسلمين من مما أرادوه من العداء. وفي أثناء الاستعداد جاءه أحد الفرس الذين أسلموا من الفرس، واسمه سلمان الفارسي رضي الله عنه، وله قصة عجيبة في كيفية إسلامه ذكرتها كتب السيرة. وكان من الأشخاص الذين عمروا، بلغ من العمر كما يقولون تجاوز 120 بكثير. الشاهد أن سلمان الفارسي كان من الفرس اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفروا خندقا في الجهة الشمالية من المدينة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا العرب في الجزيرة العربية يعرفون مسألة وخطة حفر الخنادق، خطة جديدة عليهم. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وبدأوا في حفر هذا الخندق. قسم الجهة الشمالية من المدينة، كانت مفتوحة، بينما بقية الجهات كان يحيط بها الحرار أو الجبال. قسم هذه المنطقة الشمالية بين أصحابه، كل مجموعة أشخاص يحفرون جزءا. طبعا في أثناء الحفر حصلت مجموعة من المعجزات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك معهم في الحفر، وكانوا في وقت يبدو أن الجو كان باردا وأصابهم الجوع ونحو ذلك. فمن المعجزات التي حصلت لهم معجزة تكثير الطعام، حتى أن جابر بن عبد الله جاء
طعام قليل لكي يقدمه النبي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جميع أصحابه، كان قرابة 1000 أو أكثر، لكي يحضروا أو يأكلوا من هذا الطعام، وكان لا يكفي إلا شخص أو شخصين، لكن بارك الله عز وجل في هذه الطعام فأكل كل هؤلاء ومروا عليه ولم ينتهي. هذه من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن الأحداث التي جرت في أثناء حفر الخندق، ما جرى لهم لما عارضتهم أو وقفت في وجههم صخرة لم يستطيعوا كسرها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخذ الفأس أو المعول ثم بدأ يضرب هذا وهذه الصخرة، وكان كلما ضرب يكبر ويرفع صوته بالتكبير ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله وإني لأنظر قصورها الساعة. ثم ضرب الثانية، وبعد أن كبر وبشر بفتح فارس، ثم ضربه الثالثة وضربها الثالثة وبشر بفتح اليمن، فانفلقت هذه الصخرة، صخرة كبيرة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ويكسرها. هذه معجزة، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة. هنا أيضا عجب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يأتي المشركون ويحاصرونه في المدينة، والمسلمون كانوا خائفين في وقت شدة، تحزب الأحزاب عليه، كان الأصل أن يبشرهم بالانتصار في هذه الغزوة، لكن لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما سوف يجري في المستقبل، فبشر بأن بلاد الشام وبلاد فارس وبلاد اليمن سوف تخضع كلها للمسلمين. وهذه معجزة، إذ أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خضعت هذه المناطق باستثناء اليمن، خضعت قبلهم، خضعت الشام ثم فارس. وهذه كما ذكرت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين 3000 مقاتل. جاء هؤلاء المشركين أو هؤلاء الأحزاب وحاصروا المسلمين في المدينة، طبعا لم تحصل أو تقم بينهم معركة حاسمة، مناوشات بسيطة أو خفيفة، لأن كان الذي يحجز بينهم وبين التقدم إلى المدينة اللي هو الخندق، ما كانوا يستطيعوا. كلما حاولوا أن يتجاوزوا هذا الخندق سقطوا فيه، لكن أصيب بعضهم من الذين أصيبوا، سعد بن معاذ سيد الأوس أصيب في كاحله أو في قدمه بجراح، وسوف يكون له شأن فيما بعد، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض أو أن يعالج سعد بن معاذ رضي الله عنه في إحدى الخيام المعدة لمعالجة الجرحى. وكان قد قبل لما جرح سعد بن معاذ قد قال أو دعا الله عز وجل فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قريظة قبيلة من قبائل اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم معاهدة، لكن في هذه الغزوة نقضوها، وكان بتحريض من يهود بني النضير. فلما رأى ذلك وقد كانوا قريظة حلفاء للأوس، دعا الله سعد بن معاذ رضي الله عنه أن لا يميته حتى ينتقم مما فعله هؤلاء اليهود أو بني قريظة بالمسلمين من الغدر ونقض العهد والمشاركة في مع الأحزاب في حرب المسلمين. طبعا لم تستمر فترة الحصار، ولم تستمر طويلا، هيأ الله للمسلمين بأن هزيمة هؤلاء الأحزاب، وكانت هزيمتهم عن طريق التخاذل أو التخذيل فيهم أو الشك، كل يشك في القوة أو في من انضم مع اليهود، يشكون في المشركين أو يشكون في قريش، وقريش يشكون في اليهود، وقريش تشك في، فكل طرف من أطراف الأحزاب بدأ يشك في صاحبه بأنه سوف ينسحب إذا انتصر المسلمون ولن يقف معه، فأدركتهم الريبة أو بدأ يدخل فيهم التخاذل، كل يريد أن يخذل صاحبه أو يتخلى عن صاحب بسبب الشك والريبة التي جاءت في قلوبهم. وكان الذي ساهم في هذا الشك وفي هذا التخاذل رجل من غطفان اسمه نعيم ونعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني، كان قد أسلم
وكتم إسلامه، لم يخبر قومه غطفان بإسلامه، وكان له علاقات مع قريش، يبدو أنه كان تاجرا مع قريش ومع اليهود. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بإسلامه، فقال: يا رسول الله، أنا لي علاقات مع قريش ومع اليهود، ولي مكانة بين قومي، فمرني بما شئت، مرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا عساك أن تفعل؟ أنت لوحدك، وماذا عساك أن تفعل؟ إلا إذا استطعت أن تخذل بينهم، يعني أن تثير بينهم الشك أو تفتن بينهم حتى يتخلوا أو يتخلى بعضهم عن بعض، فافعل ذلك. فذهب نعيم بن مسعود الثقفي، ذهب إلى قريش واليهود وقبيلته غطفان، وبدأ يخذل بينهم. وكان من الأمور التي قال لهم: لا تقاتلوا، قال لقريش وغطفان اليهود: لا تقاتلوا إلا أن يدفع صاحبكم رهينة، حتى يثبت أنه جاد وأنه سوف يبقى في المعركة ولن ينسحب منها. فكل واحد أو كل قوة يخبرهم بذلك. فلما رأى هؤلاء ذلك، بدأوا يشكون في الأطراف الأخرى حتى قرروا أن ينسحب. فانسحبت اليهود، وانسحبت قريش، وانسحبت قبائل غطفان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسحب ذات قبائل قريش، قد أرسل حذيفة بن اليمام لكي يتحسس الأخبار قريش أو أخبار المشركين، وطلب منه أن لا يحدث أمرا، يعني أن لا يقوم بشيء، إنما فقط يسمع الأخبار، يعني لا يقاتل ولا يأسر أحدا، فقط يتحسس الأخبار ثم يعود. وكانت ليلة شاتية باردة جدا، حتى أنه يقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف في إحدى الليالي وقال لأصحابه: من منكم يذهب فيأتي بأخبار القوم، يعني أخبار المشركين؟ فسكت أصحابه ولم يجيبوا أحدا منهم. ثم قال في الثانية: من منكم يذهب ويأتيني بأخبار القوم وله الجنة وأنا ضامن أن يعود سليما أو لا يتعرض له أحد؟ ومع ذلك سكت أصحابه ولم ينبري لهذه المهمة أحدا منهم. لماذا؟ كانت الأوضاع صعبة، ليلة باردة، الأحزاب عددهم 10,000. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، التفت إلى حذيفة بن اليمان وقال: قم يا حذيفة وأتني بالخبر أو أخبار القوم. حتى أن حذيفة بن اليمان يقول: لما قال اسمي صلى الله عليه وسلم ما كان لي من بد في الذهاب، يعني لم يكن لي نية أني أريد الذهاب إلى هؤلاء حتى أأتي بخبر النبي أو بأخبار هؤلاء القوم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: اذهب وأتني بأخبار القوم. بدأوا ينسحبون هؤلاء الأحزاب حتى تفرقوا، وعرفنا ما هو السبب في تفرقهم، وأن نعيم ابن مسعود الثقفي الأشجعي كان له دور في التخذيل بينهم. إذا هذه هي غزوة الأحزاب. لو تلاحظون كانت نتيجة لم يكن هناك معركة حاسمة، لكن مع ذلك أظهرت أن المسلمون قادرون أن يحموا مكانهم أو مدينتهم من وجه أعدائهم. نأتي الآن إلى حدث مهم جرى بين المسلمين وبين المشركين، ألا وهو صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. سبب هذا الصلح أو بداية هذا الصلح، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه رؤيا بأن المسلمين يتجهون إلى مكة ويطوفون حول الكعبة ويسعون، يعني يؤدون العمرة ثم يحلقون رؤوسهم. ورؤيا الأنبياء كما ذكرنا من قبل كانت حق، يعني صادقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما رآه في منامه، ففرح الناس بهذه الرؤيا واستعدوا لكي يذهبوا إلى مكة لأداء العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة في 1,400 من المسلمين، لم يكن معهم أسلحة ولا جيوش، فقط أرادوا الذهاب والخروج من المدينة إلى مكة لأداء العمرة. فلما خرجوا سمعت قريش في مكة بأخبار خروج النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا من العمرة، فرأوا أن ذلك ضعفا لهم أن يسمحوا لهؤلاء المسلمين الذين حاربوهم في بدر وأحد وقبل
قبل عام في السنة الخامسة في غزوة الخندق أن يسمحوا لهم بالعمرة ودخول مكة، وخافوا أن يظن أو تظن القبائل إنما جاء المسلمون إلى مكة لقوتهم وضعف قريش، فقرروا أن يمنعوا ويصدوا المسلمين من دخول مكة، لأنهم رأوا أن في ذلك ضعف، يعني كأنهم يرون أن ذلك على الرغم من أنف قريش أو بالقوة أن يدخلوا مكة، فرفضوا أن يأتي المسلمون لمكة لأداء العمرة، بل إنهم لم يكتبوا ذلك وأعدوا العدة للقتال. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لماذا؟ العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أحد لا يمنع من دخول مكة مسلم أو غير مسلم، هذا معروف من قبل، حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يمنع من دخول مكة، فلماذا يمنع المسلمون وأصحابه؟ وقد عرفنا سبب منع المشركين المسلمين من ذلك. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يسلك طريقا آخر حتى لا يصطدم مع جيش المشركين، إلى أن وصل إلى منطقة أو إلى جهة صلح الحديبة، وهناك عسكر، وبدأ يرسل أو بدأ يفاوض المشركين في أداء العمرة، وبدأ المشركون يرسلون المفاوضون حتى يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجوع عن مكة وعدم أداء العمرة في هذا المكان اللي هو مكان الذي أطلق عليه الحديبية، وأرسلوا مجموعة من الأشخاص، منهم بديل بن ورقاء الخزاعي، منهم عروة بن مسعود الثقفي، ومنهم من الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا سوف نذكره إن شاء الله فيما بعد، اللي هو سهيل بن عمرو، وعلى يديه تم إنهاء أو عقد الصلح. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش ترسل المفاوضين له، قرر بنفسه أن يرسل أحدا من قبله لكي يفاوض قريش في السماح للمسلمين بأداء العمرة، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قبل ذلك قد قرر أن يرسل عمر بن الخطاب، لكن عمر بن الخطاب اعتذر وقال بل أرسل عثمان بدلا مني، لأن قبيلته بني أمية كانت أقوى في مكة. فأرسل عثمان بن عفان وطلب منه أن يخبر قريش أن المسلمون لم يأتوا إلى قتال، بل أتوا لأداء العمرة. فذهب عثمان بن عفان، ولما وصل إلى مكة حبسته قريش حتى يتشاورون، يعني أبقوه عندهم حتى يتشاورون في أمر السماح أو الطرد أو منع المسلمين من أداء العمرة. في هذه الأثناء جاءت إشاعة إلى المسلمين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتل، قد قتلته قريش. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من ذلك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يظنون أن عثمان قد قتل، فدعا إلى المبايعة، إلى المعاهدة، أن يبايعونه على القتال والانتقام من عثمان بن عفان رضي الله، الانتقام لمقتل عثمان بن عفان، وكان ذلك عند تحت الأشجار، فعرفت هذه البيعة ببيعة الشجرة، وأيضا من أساميها أو مما تعرف ببيعة الرضوان، لأن الله رضي عن هؤلاء المبايعين. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، لما انتهى من البيعة تفاجأوا بقدوم عثمان بن عفان إليه، وأن الخبر كان إشاعة ولم يكن صحيحا. أرسلت قريش سهيل بن عمرو لعقد الصلح مع المسلمين، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد سهل أمركم، وعرف أنه سوف ينتهي أو سوف تنتهي هذه المشكلة. من البنود التي شملها صلح الحديبية، عرفنا لماذا سمي بالصلح الحديبي، لأنه وقع في هذا المكان، أن يرجع المسلمون هذا العام ولا يؤدوا العمرة إلا في العام القادم، توضع الحرب بين الطرفين مدة 10 سنوات، لا يتقاتلون أو لا يقاتلون فيها، لا يقاتل المشركون المسلمون ولا المسلمون يقاتلون المشركين، أن من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن أراد أن يدخل المشركين فله ذلك، يعني القبيلة التي تريد أن تنضم للمسلمين فلها ذلك، والقبيلة التي تنضم للمشركين فلها ذلك، من لجأ من المسلمين إلى قريش أو إلى المشركين فلا ترجعه أو لا يرجعونه المشركين، وعلى العكس من لجأ من المشركين إلى المسلمين حتى ولو كان مسلما فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه. لذلك لما جاء أو انتهوا من هذا العقد، جاء أبو جندل
وكان يعيش في مكة بين المشركين، فقال سهيل: أول ما أقاضيك في هذا الرجل، هذا رجل جاء من عندنا وهو مسلم من المشركين، أرجعه إلينا. وكان الذي كتب الصلح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد ذلك طبعا خلاص سوف يعود المسلمون إلى مكة ولن يؤدوا العمرة إلا السنة القادمة، أي سنة 7، وإذا تعرف هذه العمرة بعمرة القضاء. طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من عمرتهم، فتأخروا ولم يجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يعيد الصلح أو يعيد المفاوضة لكي يؤدوا العمرة. ودخل على زوجته أم سلمة وأخبرهم أو أخبرها بأن لم يستجب له أحد من الصحابة في التحلل من العمرة، فاقترحت عليه زوجته أم سلمة أن يخرج دون أن يكلم أحدا وأن يتحلل بنفسه بأن يحلق، فإنهم سوف إذا رأوا ذلك سوف يفعلون مثل ما يفعل. طبعا حزن المسلمون لما رأوا ذلك، كانوا يطمحون أن يؤدوا العمرة، حتى أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبو بكر وحاولوا أو حاول فيهما أن يتراجعوا عن عقد هذه الصلح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن وعد الله حق. وكذلك قال له أبو بكر مثل ذلك. طبعا في ظاهر هذا الصلح أنه كان ليس من صالح المسلمين، لكن الله عز وجل سمى هذا الصلح بالفتح، إنما قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان هذا الصلح سبب من أسباب فتح مكة، وسوف نعرف كيف ذلك. كان من نتائج هذا الغزو أن بعض القبائل انضمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض القبائل انضمت إلى قريش أو المشركين، ومن القبائل التي انضمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبائل خزاعة، ومن القبائل التي انضمت إلى المشركين قبائل بني بكر. من آثار هذا الصلح تفرغ المسلمون إلى الدعوة في الجزيرة العربية. في السابق كانوا مشغولين بالمشركين أو بقريش في مكة، كانوا إذا تحركوا تعرض لهم المشركين في قريش، لكن بعد هذه أو بعد هذا الصلح بدأوا يتفرغون للدعوة إلى خارج الجزيرة، داخل الجزيرة العربية وخارجها. وأيضا أسلم مجموعة من قادة بعد هذا الصلح، مجموعة من قادة المشركين، منهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما. هذا ما يسر الله لنا إراده في هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في لقاء قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.